السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير تورتية البطاطا، سهلة التحضير وبسيطة المكونات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو بصلة كبيرة، 4 حبات تاع بطاطس، 8 تاع البيض، كاس زيت مختلط بين زيت نباتي وزيت الزيتون، قليل من الملح. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنصبو الزيت، نصبو البصل بعد ما قطعنا على هذا الشكل، هو كنصبو البطاطس بعد ما قطعناه على هذا الشكل، هو رقيق، وكنغطيه، كنسدو عليه الغطاء وكنخليوه حتى تيطيب، ومره مره نبدا نعريو عليه ونحركوه. كنديروا الملح، كنغطيو عليه، كنتركوه حتى تيطيب. هانتوما كتشوفوا، غادي نحركوها ونخليوها مره ثانيه تطيب، باقي ما طابتش. الان غادي نقطعو عليها ونتركوها تطيب مزيان. بعد ما طابت البطاطا ديالنا جات على هذا الشكل، كنحاولوا نمزجوها ونجعلوها قطع صغيره مزيان كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنبقاو نحركوها هكذا، هكا راه كتجي هائله، خفيفه وسريعه التحضير، ما كتستغرق لينا الوقت. يمكن ناخذوها في العشاء كوجبه عشاء، ربما حتى وجبه غداء. بعد ما خلطناها ورجعناها لهذا الشكل، الان غادي نمروا باش نصفوها من الزيت. بسم الله على بركه الله. الان كنصفيوها، كتصفى مع الزيت، وهذا الزيت اللي صفينا منها صفيناها كانت تبقى هي باش كنطيبوا البيض ديالنا مع هذا الخليط. هاي الزيت اللي صفينا منها البطاطا هي. الان غادي نمروا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه كنحاولوا نصبوا البيض باش نطلقوه. بسم الله. بعد ما طلبنا البيض كنصبو عليه مزيج تاع خليط البطاطا والبصل، وكنحركو مزيان. هاهو الان غادي نوضعو على النار. بعد ما سخنت المقلاة كنصبو هذا الزيت، هذا الزيت سبق لنا ان صفينا البطاطا والبصل، ومن الافضل تكون هذه المقلاة مقلاة غير لاصقة. نخليو الزيت حتى تسخن بعض الشيء باش ما سخنات كتجي مزيان، عاد نصبو الخليط. ها هي بدات تسخن، باش الا صبينا الخليط ما يلصق ليناش. ها هو صبنا الخليط. بسم الله على بركه الله. كنوزعوا الخليط مزيان على هذا الشكل، وكنخليه يبقى يطيب ونغطيو عليه، ولكن مره مره كنبقاو كنحركو باش ما يلصق ليناش الخليط. مره مره نبقى نحركوه. باش جينا هاد الضغطه تاع بطاطا جينا طيبه مزيان وتجي منفوخه
تشكوا على هذا الشكل. نحاولوا هكا نستعملوا هكذا، تكون بوطه ماشي مجهده بزاف، متوسطه هي الافضل، تكون متوسطه باش ما يتحق لنا البيض طغيا. الان غادي نحاولوا نغطيو عليه ومره مره نعملوا هذا الشكل حتى يطيب لنا الفوق. بعد ما طابت من الاسفل نحاولوا نقلبوها، كناخذوا هذا التبصيل هذا على هذا الشكل، كنديروا هكذا بسم الله على بركه الله. هي جات، كي جات محمره وهائله. هي نخليوها كتطيب على خاطرها، كنغطيو عليها مره ثانيه 30، حاول نقدو غير كان عندنا شي هكذا باش تجي خبزه مقاده. التورتيه ديالنا بعد ما طاب جات على هذا الشكل، راه محمره وكتجي لذيذه. نقطعوا واحد الطريف نشوفوها من الداخل كيفاش كتكون، راه سريعه الطهي. ها هي كنتمنى تعجبكم وجربوها، الى عجبتكم شجعونا ونخالطوا في القناه ديالنا ليصلكم كل جديد، وشكرا.